غير هيك شو بتحبي تقولي للناس؟ بقول انه لا تيأسوا. انا كثير مرت علي لحظات خلال اخر سنتين او 3 سنين بعد ما تخرجت، حسيت بيأس انه انا ما عم بوصل للشيء اللي بدي اياه، ما عم يقبلوني بالوظائف وكثير عوائق تانية. بس الشيء اللي بدي لكم اياه انه فعلا الواحد لما بيستمر بالسعي رح يوصل، مستحيل يعني. بيقولوا استمرار السعي يقضي بحتمية الوصول، وبالفعل هيك، لأنه كل ما الواحد قدم فهو ازدادت فرصته لو 1%. طب إذا هو ما قدم على ولا شيء، خلاص ما حدا دريان فيه ولا حدا عرفان فيه. فأنا هذا الشيء اللي بحب أقوله، إنه دائما في أمل، ودائما قدموا ولا تيأسوا، وخليكم دائما عم تطوروا من حالكم، لأنه التطور هو أساس لأي شخص بأي مجال، مو بس بالجرافيك. إذا نحن ما تطورنا بمجالنا، ما أخذنا كورسات جديدة، ما اطلعنا، فنحن نصفى برات سوق العمل ممكن. فممكن أنت بسنة أو سنتين تحقق يعني خبرة أكبر من الشخص اللي قعد 9 سنين من دون ما يطور حاله. بقول للناس انه كوكا كولا بكل شهرتها بكل فتره بتغير شكل العلبه، بغير شكل تماما. العجينه يعني. فتخيلوا بكل هالشهره ومليارات وقيمه سوق ابل، اذا السنه الجايه ما بتعمل ايفون 13 صارت قديمه ابل.